واش المعلومة زعما خاصها ضروري تخرج للشعب؟ ويه كيف زعما واحد ولا ملياردير في 20 عام؟ بزاف ضروري خاصها تخرج للشعب، ضروري من التضحية. زعما هاد الشعب هذا تيستحق تضحية؟ ويه تيستحق تضحية، ضروري ما يجي واحد الجيل غادي يعطي قيمة لهاد المعلومات هادي. اليوم جيت باش نهضر لكم على الثروة ديال محمد السادس الحقيقية، يعني الثروة أخطر من فيروس كورونا. لأن الملكية في المغرب راه أخطر من فيروس كورونا، بسبب أن الشعب تيموت، فهمتيني، تيموت في السبيطار، تيموت فيما مشي، تيموت بالجوع، تيموت بالفقر، يعني تيموت عارق مع قيمه. وعلاش جيت اليوم باش نهضر لكم السم ديال الثروة الملكية. وما تدوخش اخويا، بقى معايا. المهم محمد السادس بالثروة ديالو والمصالح الاقتصادية ديالو، يعد محمد السادس حاليا من كبار المقاولين والمصرفيين والمنعشين الزراعيين بالمغرب، وذلك اعتبارا بالمواقع للموقع الذي يحتله في عالم الاعمال، اذ يشكل قوة لها ثقلها الظاهر في المنظمة الاقتصادية والمالية بالمغرب. ويظل يعني الثلاثي سيجر الشركة الوطنية للاستثمار هنا رأس حربة الثروة الملكية بالمغرب، وبفضلها يعني تموقع الملكة بالأعمال في مختلف يعني القطاعات الحيوية، الأبنك، الصناعة الغذائية، المناجم، التوزيع، الاتصالات، خير من يعني بحسب يعني بعض المصادر الغربية، لأن لا سيما الأوروبية منها، فقد قدرت يعني الثروة الملك ب 40 مليار دولار، أي 400 مليار ديال البلح، فهمتي؟ حسب لي هاد الأعداد، فهمتي؟ واخا تكون تطير في الماء راه تلف. جزء كبير منها مستثمر في الخارج كما أشار بعض الصحف الإسبانية، إلا أن الحسن الثاني كان بحوزته أكثر من 20 حساب بنكي بالخارج، يعني كل حساب فيه مليار ديال الدولار. لأن الثروة ديال الملك الحسن الثاني كانت يعني هي كانت 20 مليار دولار، في كل حساب دو فيه يعني مليار ديال الدولار. وكيف كيفاش تكون يعني الثروة الملكية في مجملها، يعني بما يناهز 40 مليار دولار، يعني 400 مليار ديال الدرهم كأموال مودعة بالخارج، 20 قصرا بالمغرب. وهاد القصور هادي اللي جات قديمة خدامة، يعني 24 سور 24، يعني سواء جا الملك سواء مكانش، فهمتيني، وتتصرف يعني ما يزيد على مليون ديال الدولار يوميا في تسيير يعني هاد القصور هادي، اللي هو ما تيكونش كاع بعض المرات تيكون، ولكن تحسبا يعني ربما قد يجي سينما شي قن بحال هكا وهكا، فهمتيني، تيبقاو خدامة يعني دايرين الشيفت تما يعني 24 ساعة، وهما هما خدامين تيسيروا يعني القصور ديال الملك اللي تتكلف المغاربة ودافعي أموال ضعيف مليون دولار في اليوم، فهمتيني، إلا كنتي فقير أضرب ليا الحساب هذا، أضرب ليا على السن هذا بوحدو، فهمتيني، شي يكون غير يتخلى على مثلا 10 ديال القصور ويفتحها يعني للسياح ويدير يعني الدخلة باش أنك تزور تشوف هذيك القصر غير شي 200 درهم، وهذيك الفلوس ترجع يعني ندخلوها ونستثمروها يعني باش نخلقوا يعني فهمتيني نخلقوا مناصب الشغل للشباب العاطل، فهمتي، هذا تا هو من بعض الحلول اللي انا كشاب تنطرحها على محمد السادس. المهم قلنا 20 قصرا بالمغرب، وقلنا ودابا ندوزو يعني الاف الهكتارات من الاراضي الزراعيه، اغلبها من الاراضي المسترجعه من المعمرين سنه 1963، فهمتيني، ومجموع هولنديك المتواجدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، عقارات بباريس ونيويورك، منها أرمانفي، هاد أرمانفي الذي يضم 200 غرفة ومحاطة يعني 200 غرفة، هاد الأرمانفي ومحاطة ب 400 هكتار من الأراضي، فهمتي، أسهم وسندات أمريكية وأوروبية.
أوروبية، آلاف الهكتارات من الغابات في البرازيل، وما خفية يعني كان قلم. بالنسبة لنا ندخل بالتدقيق يعني من هذه الشركات ديال الملك، وغادي نذكرهم بالسمية كاملين تقريبا، اللي هما يعني الشركات اللي ظهر يعني اللي تظهر يعني في الواجهة، وها هي الأسماء ديالها هاد الشركات هادو. الملك محمد السادس أصبح يعني الملك، يعني عطاو هذاك اللقب ديال المستحوذ، فهمتيني؟ المجموع العام أخوتي ديال الميزانية العامة السنوية من الأرباح التي تدخل خزينة الدولة هي 44.146 مليار دولار سنويا، فهمتيني؟ 44 مليار دولار سنويا. في المقابل مديونية الدولة وصلت 91%. لكن السؤال الذي يطرح نفسي هي فين تمشي هاد الأرباح هادي؟ فين تمشي؟ شكون اللي هي؟ أش تيديرو بها؟ هادي واش تمشي للجيوب ديال خدام الدولة؟ ولا تيفرقوا يعني كساي ديال الكسكسو في يوم جمعة أو شي لعيبة؟ الله أعلم. وكما تنعرفوا بأن المغرب تيبيع حق الانتفاع ببره وبحره، فهمتيني؟ بحال مثلا دايروا اتفاقية ديال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، اللي هو أصلا ما تيربح فيها والو، المهم سي بون، ولكن هذيك الفلوس مثلا تعطيهم الاتحاد الأوروبي تقريبا ما يزيد على 500 مليون ديال اللورو. فين تتمشي هذيك الفلوس؟ واش يشوفها شي مواطن؟ واش تيديروا بها شي صميرنات؟ واش تيصلحوا بها البلاد؟ واش تيستثمروا فيها يعني في البشر، في قطاع التعليم، ولا شي لعيبه؟ ما تنشوفوش حنا هادشي هذا. في الاخر يجي يقول لك لا اوروبا ما باغاش لكم الخير. لا خويا، اوروبا باغا لكم الخير، ما تتسوقش، تتعطي الفلوس اللي خصها تعطي الناس اللي نتوما تتنتخبوهم وتيمثلوكم، فهمتيني؟ تدوز هذيك الفلوس يعني الحسابات البنكيه للدوله، ولكن هذوك الناس اذا المشكل ما تيوزعوش هذيك الفلوس وما تيستثمروهاش لا يديرونها يعني ما تيدبروش الشان ديال ديك الفلوس بالطريقه الصحيحه، فهمتي؟ وانت لو بقيتي ساكت غتبقى الامور بحال هكا ولا داكشي دابا. المهم ما عليناش، غنزيدو. كما قلنا المغرب يبيع حق الانتفاع ببره وبحره، وفي كل الاحوال ارباح منتوجات اراضينا تذهب لجيوب خاصه، وسنبين يعني بكل تفاصيل يعني فرقة صغيرة من هذه الشركات التي تنهب خياراتنا والتي تعود إلى ملكية محمد السادس طبعا. فأكبر شركة خاصة بالمغرب اسمها السيجر، وهذا السيجر هي كلمة يعني معكوسة اللي تتعني إيريس، وهي كلمة عكسية تتعني الملك باللغة اللاتينية، فهمتيني؟ شركة الملك السيجر أو إيريس كما قلنا، هادو مجموعة ديال الشركات ديال يعني اللي تينهبوا يعني الثروة ديال البلاد، اللي سميتهم الشركات ديال الملك. كاينة لافارج ماروك، جروب اونا، سونا سيد، سني، كوبروبار، التجاري وفا بنك، اسيما، مرجان، كوفارما، مارونا، وحتى سميت هذا وخوك قدنا امازون. مناجم، شركة مناجم اللي شادة يعني المعالي وما تحت الأرض وما فوق السماء. عندنا كونابار، عندنا ناريفا، إنوي في مجال الاتصالات، باين، سوبريام، أغما، ليدر، فود، بيمو، سنتراليتير، كوزومار، رويال إير ماروك، أونيسيف يعني هذه السكة الحديدية تاعي شادة نصور، مونيغاسك، الأوتوروت سي تي إم إي تي يعني إلى آخره، فهمتيني؟ هادو هما الشركات ديال الملك. وملك الفقراء اللي تقولوا عليه نتوما وهادي، هو السابع أغنى يعني ملك في العالم، فهمتيني؟ أغنى من ملك قطر، وأغنى من سلطان عمان، وأغنى يعني من ملكة بريطانيا، وأغنى يعني من سميتو الأمير ديال الكويت. فحسب يعني فوربس ماجازين اللي تهتم يعني بالشأن ديال الثروة ديال القادة السياسيين أو ممثلين أو فهمتيني، سمات محمد السادس ب ذا كينغ اوف راتش يعني ملك الصخور. شنو؟ لان شركه سميت هذيك الشغل اللي الشريف الفوسفات هذيك راه ديالهم اخويا، راه الشرفه اللي شادينها، فهمتيني؟ لان هو شاد الصخور يعني شاد المعادن، شاد الفوسفات، شاد الرمال، يعني عنده واحد الحصه كبيره يعني في الثروه ديال مقالع الرمال، فهمتيني؟
جليل عزيز صمد لي الله يرحمه بسبب كميه يعني على اسمه كينغ اوف روتش اي ملك صخور بسبب كميه المعادن المختلفه التي استحوذ عليها ملك الفقراء بالمغرب. جلاله الملك يعني نجيو جلاله الملك يعني القوائم المدنيه ديالو في البلاد فهمتيني القوائم المدنيه ديالو تتكلف يعني دافع اموال ضرائب سنويا كل سنه ما يزيد على جوج ديال المليون و 600 الف دولار في السنه ومخصصات يعني السياده تتكلف يعني 51 مليون دولار في السنه ما تهضرش غير بالملايين هنا ما كاينش يعني شي ما كاينش يعني نقول شي 1000 ولا 600000 ولا 700000 لا غادي شي كاين 51 مليون الف مليون 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 ترى المجموع اللي تيكلف يعني القوائم المدنيه ديال الملك مخصصه للسياده المجموع تيكلف يعني الدوله 53 ما يزيد ما يقارب يعني 54 مليون دولار في السنه. البلاط الملكي 12 قصرا رسميا وفي كل مدينه اقامه على شكل قصر متوسط الحجم يعني كل مدينه عنده فيها يعني واحد عنده فيها واحد الاقامه يعني واحد لابارتومون اللي هي على شكل قصر يعني ولكن مصغر لجلالته فهمتي داكشي ديال البوكيمون. المهم وكما قلت لكم ان زائد باش تسيروا القصور كل يوم تتكلف مليون ديال الدولار القصور ديالو في التسيير ديالها زائد يعني الاقامه الملكيه ما عادش شحال هاد السير وكاين بزاف ديال الامور المخافيه عاده لان الا كنت اخويا فقير في ديك البلاد فهناك يعني واحد السبب فهمتيني هذاك الانسان ما تقدرش تنتقدو ما تقدرش تهضر فيه وخصك ديما تكلي الاحترام والقداسه وتعتبره بحال واحد الاب الروحي ديال ديك البلاد هو اللي دار لكم حصيصه كامله فهمتيني هو داير فيها يعني مسكين يدار لك سيلفيات ويقول لك انا امي ملك متواضع فهمتي ها اللي يدير لك شي سيفي سيلفي تيكلفكم يا ولد حرام سيلفي ديال الملك تيكلفكم شي املاير امصاخير بلاتي غير الموظفين والاعوان اللي كاينين في القصور ديال الملك والاقامه ديالو تيكلفوا الدوله يعني ما يقارب 39 مليون دولار ما عرفتش هادي واش في الشهر ولا في ربما في الشهر تنظن هادو هي الاعوان فهمتي بلا ما نهضروا على الماكله اللي تدخل على القصر اللي تيجي يعني من جزر المالديف هذاك الشيء يعني بيون فهمتيني سي تري امبورطون بور لو بوا فهمتيني شي بزاف هادشي مهم بزاف بالنسبة للروا فهمتي داكشي كون بيو فهمتي مفيهش حتى شي برودويات يعني تضر صحة جلالة محمد ستة. المهم باش نكملو موظفين الأعوان تيكلفو الدولة 39 مليون دولار المعدات والنفقات المختلفة يعني اللي تدخل فيها الماكلة والصيانة والتخربيع قليل هادشي هذا تتكلف الدولة 149 مليون دولار سنويا. صيانة السيارات هادو السيارات ديال الملك التي تفوق يعني 600 سيارة فهمتيني تتكلف الدولة سنويا 22 مليون ديال الدولار فهمتيني المجموع شحال تكلفنا يعني غير يعني تيكلفون يعني نخلصوا الموظفين الاعوان اللي تيخدموا يعني 24 ساعه 24 ساعه المعدات والنفقات المختلفه اللي كما قلت كل ماكله شي بلاط حرقات شي لعيبه المهم تيصاوبوها وصيانه سياره الملك تيكلفون يعني سنويا ما يزيد على 212 مليون دولار قبل العمله الصعبه قبل الدومان قبل الدولار مصوت والدين. المهم تيكلف الدوله تيكلف يعني دافع اموال الضرائب 212 مليون دولار في السنة فهمتي عاد 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 أين الثروة أنا تنعطيكم أرقام أين الثروة فهمتي أنا هو كان سولنا قال لك أين الثروة أنا دابا تنجاوب تنقول لي أين الثروة فهمتي تعافي كيراسو أجيو أبلي عيت أولي أنت والله إلا عريت كيري راسو هذا ضحكين فهمتي ولكن هادشي راه فري هادشي تيضر في الخاطر ولكن بقينا نديرو بهاد الأسلوب هذا باش توصل يعني بزاف ديال الشباب سي بون أوكي الله يعاونك بلادي بلادي نزيد واحد السؤال آخر فهمتيني يعني المجموع ديال هاد ديال هادشي اللي هضرنا عليه تيكلف دافع مول الضرائب 212 مليون دولار سنويا وكما مؤخرا يعني اشترى محمد السادس قصر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2017 بمبلغ 14 مليون دولار في نفس السنة يتم يعني فهمتي مشى شرا قصر ب 14 مليون دولار في الولايات المتحدة وبالضبط في نيويورك 14 مليون دولار
ولكن في نفس الوقت كانوا الناس اللي دوك صحاب الدراري المساكن اللي تيخويهم وتيريبوا لهم الديور ديالهم وتيجي تيزو تصاوب تيقول له عاش الملك يقول له اسعد على الموقع عاش من عاش بالك وهذا الشيء راه كاين بلي فيديو اعوان السلطه اللي معينهم الملكه بظاهر شريف تيقوموا يعني بابتزاز المواطنين فهمتيني وما كاينش ليه هضر فهمتيني المهم شرا قصر في الولايات المتحده بمبلغ 14 مليون دولار وشرا قصر في اليونان سميتها ليلى سلمى ولا ما عرف بمبلغ 4 مليون ديال الدولار وشرا طاهره الابن ديالو ب 67 مليون دولار وشرا لولده يعني شرا هو ساعه يدويه بمبلغ مليون و 400 الف دولار فهمتيني وشراو لولده يعني ساعه اخرى بمبلغ يزيد على 60 الف دولار وعاد عنده الالاف هكتارات من الاراضي الربويه في البرازيل و 70% من الاراضي يعني الصالحه للزراعه في المغرب ديال جلالته فهمتيني وما خفي ابدا وخصوصا الاستثمار في العقارات والتهريب كل سنه ما يزيد عن 4 اطنان من الذهب والحشيش هو ربما الله اعلم هذا هو السؤال واش دابا عرفتم يعني السبب ديال الافلاس ديال المغرب فهمتي السبب ديال افلاس الدوله في المغرب والسبب يعني لجوء الدوله خوتي للاستثمار ولا تمشي البنك الدولي تتخذ القرض باش تجد تصاوب القضيه فهمتيني فين تمشي واحد الا كنا تنهضروا على الملكيه وتنتقدوها راه لاسباب يعني باينه ان الملكيه تجمع ما بين ما هو من تجمع ما بين السلطه السياسيه وهذيك السلطه السياسيه تستغلها لان قوه يعني واحد القوه ناعمه وقوه الحديد والنار تستغلها باش انها تزيد يعني تكبر يعني في 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 الثروه ديالها تزيد يعني الثراء ديالو الثروه الملكيه من 2000 2005 ولا تزاد الثروه ديالو واخا تزاد الثروه ديالو بواحد الشكل يعني غريب جدا ما يمكنش شي واحد يعني واحد فضل واحد الوقيت يعني صغير واحد المده وجيزه قصيره يوصل لهذا الثراء هذا الا كاين هناك واحد الخلل فهمتيني راه بابلو اسكوبار وما دارهاش المهم ورغم يعني كانت الازمه دخلت في 2006 2007 وبقات طالعه حتى 2010 2011 رغم ذلك يعني الشركات الملك ما تضررات والو وبقات تتحقق يعني ارباح وعلاش لان اش نقول لك لان المغرب اصبح بالنسبه للملك هو واحد الشركه فهمتيني هي المغرب عباره عن الشركه ديالو مابقاش هو انسان فقط تيمارس واحد السياسه ولا ولا هو باغي يولي اغنى رجل في العالم ربما عنده هاد الحلم هذا جو سي با فهمتيني اول علوي في التاريخ يولي اغنى رجل في العالم يعني ما انا بعدا ما يفاجئنيش لقد فحلت الى قريت يعني خبر بحال هذا فهمتي واش نقول لكم يعني هنا فاش تهضر على فاش تنتقدوا الملك وتنتقدوا يعني الاحزاب اللي تيشريها هو ويعني تيشريها وتيجيبها للجنب ديالو لانه محتاج يعني الشرعيه السياسيه باش انه يمارس هذا يمارس هذا العهر على الموارد ديال الوطن اولا الاحزاب هذوك الاحزاب اللي فاش يديروا انتخابات تيمشي يجي يشريك ب 4000 ريال ولا 100 درهم ولا 50 درهم راه فاش ينتخبوا فاش يديروا واحد الانتخاب راه تعطيو الشرعيه للدوله تعطيو الشرعيه للملكيه تعطيو الشرعيه للمفسدين باش انهم ينهبوا كيف ما بغا فهمتيني وباش تنتخبوهم هما تيمشيو يعني يقرضوا يعني قرض من البنك الدولي باسمكم نتوما اللي انتخبتوهم وغتبقاو تخلصوا بديك القروض حتى 2040 راه فايش هضر على المسائل هذه بكرا خدا قرض مع بشينيا و 53 مليون ديال الدولار الاخر خدا هاد المريض هاد العبيد هاد ديال العثماني خدا يعني قرض بشي 300 ديال المليون ديال الدولار و تيضحك على الشعب المهم جاو استاسوكم لان علاش تيقولك راه حنا راه حكومه شرعيه ديال البلاد وخدينا هادشي اللي تيشوف فيه يعني البنك الدولي تيشوف هادوك الناس اللي نتوما حطيتوهم في واحد لابيزيسيون تيمثلوكم عليها وانتم راكم عارفين جميع الاحزاب يعني ما تيفكروش في الوطن ما تيفكروش يعني في المصلحه العامه للوطن تيفكروا غير في راسهم صافي فهمتيني إيه
يعني والباقيات مشيت تلوح راسها من الشرجم ولا دير لي واحد فهمتيني سي هذا هو يعني هذه هي السياسه اللي تيمارسوها الاحزاب فهمتيني تيخدموا الملاك فهمتيني فاش يجيو يصوتوا على مثلا الميزانيه ديال القصر السنويه اللي الاعضاء يعني البرلمان الغرف ديالو بجوج تيزو يديهم يعني في اقل من ثانيه تيقولوا باق ولكن فاش تكون شي مصلحه انهم تيناقشوا شي موضوع يعني تيهم يعني المجتمع المغربي تيهم مصلحه المواطن المغربي فراه تلقى هناك يعني بزاف ديال الناس تيعارضوا لانهم تيشوفوا في الشعب لا شيء ما تيحترموش تيشوفوا فيه بانه الشعب ضعيف ما عندوش قيمه لذلك خصكم ضروري توقفوا ضد هذا الشيء هذا وباش تبداو باش نبداو هي ان الملكيه يا اما تنازل على السلطه ديالها السياسيه وتنقول هذا الشيء بركه انا تندعي كاع الشباب ديال المغرب ان خص الملكيه نحطها في بلاصتها خص الملكيه تبعد من السياسه الا بغات تبقى ولا نقلبوا مع الجمهوريه باش ارتاحوا فهمتيني يعني هذا الشيء اللي كاين ولا يجي يقول لي واحد هادو اللي داروا يعني جمهورية اش ربحوا واش سميتو اخويا حنايا بلاتي حنا بغينا نجربو ما عمرنا جربنا اخويا ننتخبو شي واحد بالارادة ديالنا فهمتيني كلشي اللي تيجي تيحكم تيجي واحد تيجي تيفرض علينا الواقع ديالو تيجي يفرض علينا يعني تيجي يفرض هاد الحكم ديالهم مفروض علينا فهمتي عندنا حل واحد نديرو لك كيما داروا الفرنسيين مع الملكية في القرن السادس عشر ولا شو مع لويس السادس عشر شنو هو يا ما خرو يا ما يبقى يعني ملك تيمثل المغرب يسود ولا يحكم فهمتيني وثانيا غادي نحلوا جميع الاحزاب فهمتي غنديروا احزاب وطنيه واي واحد تابوت يعني اسمه يعني انه مارس الفساد انه اختلس اموال عامه انه استغل يعني البوزيسيون ديالو التموقع ديالو داخل الدوله والسلطه ديالو وبدا جاي يضرب في الاراضي ولا يشفر عباد الله ولا يضرب يعني ميزانيات على قدها هادو كاع اللي غادي تثبت تثبت فيهم يعني انهم فاسدين خصهم يخرجوا من الحياه السياسيه وممنوع ومحرم عليهم انهم يمارسوا السياسه مره اخرى سي فيني هادشي اللي كاين فهمتيني ما محتاجش شي يعني شي اش نقول لكم ما محتاجش شي ذكاء يعني ولا شي عمليه شي معادله ديال ما تكون معقده راه فيري سامبل يعني هادشي هذا بسيط واحد زائد واحد جوج فهمتيني يعني ولا ما بقيناش حنا تنحاسبوا الملكيه فالمغرب غادي يبقى كما هو المغاربه غادي يتزادوا فقط ولادكم غادي يوليو يهربوا وغالبية الكثير منهم غادي يموت في المحيطات الابناء ديالنا ما يبقاش عندهم مستقبل يعني غالبيه الشباب واخا تيحبوا الوطن ديالهم انهم تيفكروا في الهجره فهمتيني 60,000 يعني مهندس تيهاجر سنويا من المغرب فهمتيني الاف تتهاجر كل شهر فهمتيني يعني ما كاينش مستقبل ما يمكنش نقولوا بان هذيك بلادنا ماشي بلادنا ولكن مشطوره منا اما دابا خصنا نقولوا حان الوقت باش اننا نردوا السياده ديالنا وردوا الوطن ديالنا ونحطوا هاد الناس هادو في بلايصو فهمتيني ونزيد كدي اخي العياشي السلطان ود البوري ماشي ود المياو مياو اوكي وتحياتي ولا عجبك لا فيديو عافاك بارطاجي مع الاصدقاء ديالك ونشوفكم في شي فيديو اخر وتعالى بجيبي اضرب الفساد بيد من حديد فهمتي ديك اللعبه ديال تحياتي وعاش الشعب تشاو بيلو وقبل ما نمشي الخوت بالنسبه للمراجع اللي اعتمدت عليها باش قلت لكم هاد الارقام هادي كامله راه تلقاوها يعني في الديسكريبسيون يعني في الوصف في اليوتيوب ولا حتى في الصفحه في الفيسبوك راه غادي تلقاوها يعني في بلاصه لي كومونتير فهمتيني ولا ربما غادي نحطها حتى في لو تيتغ فين تكتب لو تيتغ و هذاك الديسكريبسيون غادي نحطها تما المهم جميع المراجع اللي تمت عليها اللي هي رسميه
كاين بعضها رسمي وكاين بعضها يعني من المؤسسات يعني دولية معترف بها. المهم باش ميجي شي واحد يبدا يتزايد عليك يعني يقول لك ميجي شي الارقام ولا هادي. المهم تيقول لك ديما جيب لي يعني ال جيب لي المصادر وانا نعطيكم المصادر، غتلقاوها لتحت. تحياتي وعاونوا القناة باش تكبر.